في طريقة تانية من نفس البوزيشن ده اعرف ان انا اعمل باك اكسرسايز، باك اكسرسايز عشان اشغل الباك موسلز بتاعت التشايلد. بجيب التشايلد نفس البوزيشن، بطلع الترانك اوت سايد، البلفس ات ذا ليفل اوف ذا ايدج اوف ذا بيد، واحط ايدي تحت الارم بتاع التشايلد. اوكي، وانا سبورت الليجز باي ماي نيز بالشكل ده. اوكي، والتشايلد بينزل لتحت، وبعدين انا بشجعه ارفع راسك فوق ارفع راسك فوق ارفع راسك فوق، وانا ايه بزق الترانك لورا او بزق الشولدر لورا او بديله شويه اسيستنس وهو طالع. طبعا محدش يمسك الارم ويطلع بالشكل ده، ده غلط خطا، ممكن يحصله ليجن في الشولدر لو انا استخدمت البوزيشن ده. بعد اذنكم بس هغطي العروسه بتاعتي، هي مش بتاعتي، العروسه دي بتاعت زميلكم فادي. اوكي، يعني كتر خيره يعني. تمام، بطلع بالشكل ده، طبعا بشجعه انه يرفع راسه لفوق، له مثلا بص لفوق بص لفوق، شايف ايه اللي فوق اللي فوق، لو في مثلا رسمه متعلقه او حاجه زي كده، او مثلا شاشه او موبايل من فوق الطفل ايه يبص عليه، او اعمل كاونتنج، يعني اقول مثلا الطفل مثلا منتاليتي بتاعته فاهم شويه، ممكن اقول له يلا نعد واحد ويطلع لفوق، تمام، اتنين ويطلع لفوق، ثلاثه ويطلع لفوق، بقى انا كده بعمل ايه؟ باك اكستنشن او سترينثنينج اوف ذا باك ماسلز.